تخطط المملكة العربية السعودية أن تمتلك على أرضها البرج الأعلى والأضخم على مستوى العالم، فبعد عدة تجارب فاشلة ومحاولات لم يكتب لها النجاح، أزاح صندوق الاستثمارات العامة السعودية الستار عن مشروع ضخم شمال العاصمة السعودية الرياض يصل ارتفاعه نحو السماء إلى 2 كيلومتر. فما هي القصة؟ وفقاً لتقارير صحفية عالمية، فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عقد العزم على إنشاء برج ضخم غرب مطار الملك خالد الدولي الحالي بطول كيلومترين، ليكون بعد الانتهاء من تنفيذه البرج الأعلى على مستوى العالم، حيث يصل طوله إلى أكثر من ضعف ارتفاع برج خليفة في مدينة دبي الإماراتية، والذي يبلغ طوله 828 متراً فقط. وقالت مجلة مات أن البرج السعودي المزعم تشييده سيكون على مساحة 18 كيلومتر مربع شمال العاصمة السعودية الرياض، وبحسب التقديرات الأولية فإن تكلفة إنشاء البرج لن تقل عن 5 مليارات دولار أمريكي، ومن المخطط إنشاء عدة مباني شاهقة في أماكن متفرقة من المملكة، حيث تعزز المباني العملاقة ثقة الرياض في تحقيق الأهداف التي حددتها رؤية 2030. ويتوقع بعض المحليين النشطين في مجال المقاولات العامة أن إنشاء البرج شمال الرياض سيفتح الطريق لمشروعات أخرى أكبر في الفترات القليلة المقبلة، وهو ما سيعود بالنفع على قيمة الأبراج في المنطقة. ولا يزال البحث جارياً للوصول للتصميم المناسب لشكل البرج عبر مسابقة برسوم قدرها 1 مليون دولار. وخاضت المملكة العربية السعودية غمار المباني الشاهقة أكثر من مرة، ولم تنجح مساعيها في بعض المحاولات، حتى وصف البعض تلك التجارب بالفشل. لكن مع حجم المشروعات المزعم إنشاؤها في نيوم، تسعى الإدارة السعودية لنقل طموحها التنموي في جميع أنحاء المملكة، وكان هناك عدة مخططات سابقة من جانب المملكة لتنفيذ أبراج شاهقة، أبرزها برج يصل ارتفاعه إلى 1.2 كيلومتر في مركز الملك عبد الله المهلي في العاصمة الرياض من صندوق الاستثمارات العامة عام 2019، ولم يتم الكشف عن التطورات الخاصة بالمشروع، وعلى ما يبدو أنه توقف دون إبداء أسباب. ومنذ حوالي 10 سنوات بدأت أعمال البناء في برج جدة بطول 1008 أمتار، وبعد أن وصل هيكل البرج إلى ما يقارب 70 طابقاً توقفت أعمال البناء، إذ ترددت بعض الشركات في تحمل أي التزامات من المقاولين والاستشاريين الذين سبق لهم العمل على المخطط، ولم يتم إحياء المشروع من وقتها. أما المشروع الجديد المزعم تشييده فتسعى المملكة لوضع كل الضوابط اللازمة والخطط والمقترحات التي تسمح باستكمال عملية البناء حتى الانتهاء من المشروع، وتتنافس العديد من الشركات المحلية على تنفيذ البرج الأضخم على مستوى العالم عبر مسابقة تمت دعوة حوالي 8 شركات للمشاركة فيها، حيث يتطلب المشروع بعض التصاميم الأسطورية وبعض المزايا عالية الجودة ليكفل بمجرد إنشائه حياة رائعة لمستخدميه، وذلك في إطار سعي المملكة العربية السعودية نحو رفاهية واستقرار شعبها، حيث تقود مجموعة من التغيرات الإيجابية التي تجعل الطريق إلى ذلك ممهدا. ومن هذه الشركات أسماء رائدة في مجال الهندسة المعمارية في العالم، وقد تم اختيارها بناء على خبرتها في العمل على الأبراج الضخمة الأخرى وأيضا التصاميم الشهيرة في جميع أنحاء العالم. وأجرت شركة EY دراسة الجدوى الخاصة بالتطوير، فهل تنجح السعودية هذه المرة في أن يحل أحد أبراجها محل برج خليفة؟